الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. إزاي نجيبها من القرآن؟ ربنا يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. شوفي ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. العبد مع العبد اللي هو الاسود اللميع والأمة السودة اللميع اللي هي ما هي زي البيت الجميلة اللي حاجة مش عارف لونها ايه وعينيها ايه لانها مؤمن. عبد مؤمن احسن من السير ويليام بتاع اللي هو مشرك ولو اعجبكم. يعجبك شكله والف المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة. ما يغركش الشكل. فشوف الريحة اللي هي مش طيبة عند الانوف عند الله أطيب من رائحة المسك. وينبغي أن تكون كذلك عند المؤمنين. فلا ينبغي أن تطيب رائحة عند الله ولا تطيب عند من يدعون حب الله. صحيح. فشوف المعيار المعيار قد إيه. يعني وزيك الشباب لما يجي أسعد خلق الله هو اللي ربنا يكرمه ببنت مؤمنة وأسعد بنت هي اللي ربنا يكرمها بولد مسلم. يعني واد يعرف يصوم يشيلها في حباب عينيه. القيمة والسيمة من غير دين يعني معناها بيت بالطوب الأحمر كل المفاجآت طالعة منه. صحيح. الدين تصونه يغيب مهما يغيب عفيفة محترمة قوامة. يقول لك راجع حفصة فإنها صوامة قوامة بيتها بركة وهي في ذاتها بركة. والتاني بقى يلف حوالين نفسه لو لا بس كده لبلة بالطرقعة ولا ريحة مثل البلكونة بشكلها السينمائي ولا ولا وهكذا. فاللي عايز اقوله المفروض ان احنا نغير مفاهيمنا وفق صحيح. ما جاء في كتاب ربنا وسنة